يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة هنقدم في أول فقراتنا لكل الستات والبنات اللي بيتابعونا ودايما بيستنوا فقرات الميك اب. فقرة النهاردة بقى بتهم يمكن البنات الصغيرين أكتر شوية. ليه؟ لأن هم بيبقوا عايزين يروحوا الجامعة. طبعا مدرسة، أنا ضد أن أي بنوتة لسه في المدرسة تحط ميك اب، لكن من تانية ثانوي، ثانوية عامة، يعني شئنا أم أبينا بيظبطوا نفسهم كده قبل ما ينزلوا يروحوا المدرسة. على كل الأحوال النهاردة بنتكلم على الناتشرال لوك والبنات اللي بتروح الجامعة وعايزة ميك اب بسيط جدا يكاد يكون لا يذكر، وما بقاش انها ايه عاملة فول ميك اب على الصبح كده في الجامعة. طب هنعرف كل القواعد دي منين، قواعد الناتشرال لوك او الميك اب البسيط قوي؟ معانا النهاردة ومنورانا نور نصيري الميك اب ارتست، وهي اللي هتقول لنا النهاردة قواعد الميك اب البسيط وايه الاخطاء اللي ممكن نعملها. وطبعا معانا كمان الموديل الجميلة دينا مصطفى، برحب بيكم معانا نور، منورانا النهاردة. ربنا يخليك. دينا قمر من غير ميك اب، عايزة اقول لك يعني حتى يعني لسه ما كملناش الميك اب، فانت قمر مش محتاجة اصلا الميك اب. نور نبدأ منين؟ طبعا انت عارفة احنا بنبقى عايزين نقول للناس احنا جمال رباني، عارفة لو ميك اب بسيط ولا يبان ان انا فرشة هنا وفرشة هنا، ما يبانش ان انا عاملة افرت او عاملة الوان كتير. اول حاجة بنستخدم البيبي كريم او الفونديشن اللي هو ينفع نستخدمه ديلي كل يوم. بيبقى الكفر بتاعه بسيط، وهو بيبقى يعني ما بيبقى لنفس لون درجة البشرة، لا بيفتح ولا بيغمق. وقبليه طبعا لازم نبقى محضرين البشرة مرطب وسان بلوك، وما ينفعش نحط على طول على الوش كده، لازم يكون في طبقات. انا متهيألي الحاجات دي البي بي والسي سي من اي ماركة، طبعا دول مش ماركات، دول نوع معين من الفاونديشن الخفيف او الدي وير حتى اللي بنعمله. لكن هل ده مش بيبقى هو نفسه فيه اس بي اف، بيبقى هو نفسه فيه ضد الشمس او سان بلوك؟ بيبقى فيه فعلا، بس مش كافي للبشرة فعلا. لازم قبلها نحط سان بلوك لوحده كده، حتى لو نقطه بسيطه بس نوزعها على كل الوش عشان نبقى في سيف سايد يعني. اوكي. بس وبعد كده بنحط الفاونديشن او السي سي كريم او البيبي كريم او الكونسيلر حتى. اوكي. بس نعمل شويه كفر، نظبط شويه لو في درجات بشره مش مظبوطه. صح. ومش كل الناس بتحتاج طبعا تحط فاونديشن، في بنات بتحتاج تحط كونسيلر بس عشان شويه هالات بقع هنا او حاجه، نمش بس زياده بيبقوا عايزين يخففوه شويه. ولو ان النمش حلو جدا برضه، بس في ناس اللي عندهم نمش مش بيحبوه، مش بيقتنعوا. بس وبعدين بنحط الفاونديشن زي ما انا مظبطه لها بشرتها دلوقتي ومحاده لون البشره. بصي هو لامع شويه، شويه انا مش بحب. انتي قصدها؟ انا مش بحب الفاونديشن اللي هو بيبقى مات بالنهار، بحس ان هو بيبقى شكله باودر قوي. ايوه، كانك حاطه طبقات فوق بعض. فبحب الحاجه اللي هي تكون مديه البشره جلوينج كده، بسيطه بس. وبعدين دلوقتي بقى هنبتدي نحط لون، هو بس درجه واحده فوق العين اي شادو. مش هنحط كذا درجه، هي درجه واحده بس كفايه قوي لكل، يعني للبنات الشقر السمر البدعادي الخمريات كله مع كل درجه واحده. درجه واحده نختارها براحتنا على حسب اللبس وعلى حسب الالوان. الايرث كولرز اللي هي عارفين الالوان الترابيه اللي هي بتبقى طبيعيه، ممكن تدي كمان على مش احمر، عارفه على اللون البني محمر. بني محمر. ايوه برافو. بني محمر او زي كده درجة من درجات البني بس فيها اورنج شوية. الالوان دي بتبقى حلوة قوي بالنهار الصبح، بتبقى حلوة. بتبقى حلوة جدا، وما بتبقاش مفتعلة كده واوفر، وبتبقى مريحة للعين. قوليلي بقى في البي بي والسي سي او التغطية للوش، هل بتحتاجي انك انت تحطي فوقيها كمان كونسيلر لو انت حطاها؟ لو البنوتة عندها هالات زيادة كتير. اكيد هتحتاج. لكن لو ما فيش هالات، مش شايفه ان الكونسيلر ساعات بيخلي الهالات تبان اكتر؟ لا، لو حطينا قبليه مرطب كويس وحطينا درجه كونسيلر اغمق من بشرتنا، ايوه، وفوقيها درجه فاتحه، تمام. اوكي. وكل حاجه تاخد وقتها على ما تنشف على البشره شويه. الكونسيلر عموما ما بيتوزعش على طول مش زي الفاونديشن عشان يعمل كفر.
اوكي. انت كده بتحطي لها على الجفن كله، مش يعني مش بنعمل رسمه ولا؟ لا لا لا، هي درجه واحده على كل الجفن، تدي لون وتدي حياه للعين، لان احنا محادين لون البشره كله. صح. فاحنا عايزين نبرز العين، ده الجفن. بس ما بنطلعش تحت الحواجب يعني. المكان ده دايما بيكون فاضي. لانه ما ينفعش نحط هنا، بيدي ده اخطاء في الميك اب يعني. هنا في المكان ده لازم يكون فاضي عشان يدي مساحه للعين. اوكي. وطبعا الـ يعني عينيها صغيره، او المساحه اللي ما بين العين والحاجب صغيره، عايزه برضو نصايح وبرضو نتكلم على الاخطاء. المساحه لما بتبقى صغيره بنتجنب ان احنا نعمل درجات سموكي. وكمان ما بنحبش نحط اي لاينر يكون تخين او ديبلاينر تخين. بنحط من الطرف بس. ما بنحطش درجات اي شادو كتير عشان العين تبقى مرتاحه وهي باصه للميك اب. ده التكنيك بتاعي. في ناس في ناس بتغير ده وبتستخدم تكنيك مختلف، بس ده ذوقي انا يعني. ما بحبش الدرجات الكتير للعين اللي جفنها صغنون. بالظبط، تبقى زحمه وبتصغر العين اكتر. طيب هتعملي ايه بقى بعد كده؟ دلوقتي احنا حطينا الاي شادو اللي فوق العين، بعدين نبتدي بقى نظبط لون البشره شويه. هنعمل بلاشر. درجات اللي هنستخدمها يعني، انا مش عايزه ابين البراند. لا مش ما يهمناش البراند، احنا يهمنا درجه اللون هتبقى ايه. هي الوان كده بيتش شويه، بينك فاتح، ولازم يكون معاها لون برونزي عشان يدي حياه للوش. يعني الثلاثه في خطه واحده. يعني احمر هنا وهنا. لا لا، يبقى متوزع ببرونز. ايوه بالظبط، والثلاثه بنخبطهم في فرشه واحده يعني. مش يعني عشان اللون يبقى زي ما حضرتك شايفه كده. بالظبط. ما يبقاش طبقات كتير يعني. لانه بالنهار طبعا لسه هتخفيه، لان طبعا يعني هو كده عشان كمان دي عشان ابين لون بيضه، فباين فيها اللون قوي. وبحطه فوقيه عشان يخف. برونزر. اوكي. بمشي على كل الوش عشان كل الوش ياخد لون واحد. اوكي. ولو في حركه بقى كده جديده شويه، بيحطوا البلاشر هنا في المنطقه دي. كأنه تان طبيعي. كأنه سان كيس كده. لما الشمس بتكون ضاربه في الوش بيدي شكل جميل قوي كده ومريح للعين. كل الحاجات دي حلوه بالنهار. اوكي. حاجه تانية بقى، يعني البنات عايزين الميك اب ما يظهرش قوي، فا ايه الخطوات برضو اللي نعملها بحيث الميك اب ما يبقاش باين قوي؟ بعد ما بنعمل خلاص البلاشر، لازم بنمشي على الوش برونزر. هنلاقي الالوان دخلت في بعض والوش كله بقى لون واحد، وفي نفس الوقت باين كل حاجه يعني. باين البلاشر وباين ان في برونزر وكلها موجوده، بس بدرجات خفيفه ومريحه للعين، ومش يعني مفيش خطوط واضحه في الوش. مش زي خطوط الكونتور اللي بنعمله في سهره او في فرح او في. بس خلي بالك برضو، احنا حتى لو خارجين الصبح مش عايزين الدفوهات بتاعت وشنا تبان، اللي هو ايه يعني مثلا الدبل تشين، اللي عايزين نعمل كونتورنج شويه لوشنا. ممكن وش مليان. طبعا انت عارفه يعني الواحد بيحتاج وشه بيحتاج يطفي النار اللي هنا وهنا شويه. عايزه برضو نصايح، بدل ما يبقى كونتور صريح نعمل ايه؟ يبقى كونتور باودر. ونمشي على الاماكن اللي احنا متعودين نعملها بالكريمي. يعني مثلا بالنسبه للانف بباودر. ما بنحطش طبعا كريمي بالنهار لانه اوفر قوي طبعا، وبيبان ومع الحر بقى كمان هيقطع. لا، ما احنا لو حاطين باودر تثبيت كويسه وحاطين فيكس بلس ومستخدمين الباودر بكميه كويسه ومظبوطه على البشره، مش مكترين، هيبقى كويس ومش هيقطع ولا حاجه. بس هو بيبقى اوفر يعني. في عرايس بيبقى فرحها بالنهار لازم نعمل لها كونتور. لا، ده العروسه وضع مختلف. احنا مع الجامعه بقى يعني زي كده بيبقى تمام قوي. اكتر من كده بيبقى اوفر قوي.
طيب كلميني عن الدبل تشين والتشين من هنا، الدقن من هنا، عايزاها تبقى برضو مرسومه شويه بس من غير ما تبقى اوفر. اعمل ايه؟ بنمشي على الدقن في الاماكن دي من تحت من هنا. أوكي. ظل الوش بباودر كده اللي هي الكونتور، الباودر الغامقه. وبيبقى التوزيع بتاعها لتحت مش لفوق. اوكي. يعني بحط بس بنزله لتحت هنا عند اللغد او الحته. ايوه الدبل تشين. بس بنمشي كده. وكمان هتلاقيه بعد ما بنعمل كده، دي خطوات اساسيه. بعد ما بنعمل كده بنحس ان الوش كله واخد لون واحد. غير وهي داخله بالظبط، او اول ما حطيت لها البلاشر. بس بعد كده بقى ممكن فرشة فاضية أو حاجة نشيل الزيادات، يعني لو عايزين يبقى اللوك طبيعي قوي ممكن بفرشة فيها برونزر بقى مش فاضية، فيها برونز يعني زي كده بمشي على كل الوش بيها. ده برونزر درجته مناسبة ليها، لأن البرونزر درجات طبعا. فدرجته مناسبة ليها، لا هو فاتح قوي ولا هو غامق، لان هي لون بشرتها فاتح فما ينفعش نحط لها حاجه غامقه. بس بمشي على كل الوش بيه، بيوحد لي لون البشره وبيدمج كل حاجه مع بعضها. كل حاجه حطيناها دلوقتي، الكونتور والباودر والبلاشر وكل حاجه حطيناها، والفاونديشن والكونسيلر وكل حاجه. جميل. طيب طبعا موضوع الكحل بقى يعني عايز اعرف ايه الموضه دلوقتي في الايلاينر والكحل جوه العين بره العين. انا شايفه دلوقتي معظم الميك اب ارتست ما بقوش يعملوا ايلاينر، يعني هو ما بقاش موضه ولا ايه اللي حاصل بالظبط؟ هو فعلا ما بقاش موضه، الايلاينر مش موضه اصلا. ناس كتير قوي ما بقتش تحب تطلبه. فاحنا بنستخدم مكانه، بس ده ما ينفعش بالنهار، دي عروسه. احنا بالنهار لو عايزين نعمل لبنوته رايحه مشوار بالنهار بنحط حاجه بسيطه قوي، يعني ممكن نحط خط ايلاينر بس في نهايه العين فقط. اوكي. حاجه بسيطه جدا زي كده اللي هي توسع بس ما بتقفليش العين. اللي هو يعني مديه شكل بس في نفس الوقت مريح للعين. ايوه بالظبط. وفي بيحطوا كحل ويعملوا له يعني بلاند كده او سمادج بحيث انه يبقى برضو لوك طبيعي، يعني ما يبقاش خط مرسوم بالايلاينر. بالظبط، ينفع طبعا نعمل كده كحل وبيبقى معمول له سمادج وتمويه، يعني ما يبقاش خط واضح. بنعمل كده عادي ما فيش مشكله. وممكن نعمله بلون بني، مش لازم البني يكون بقى أسود. مش هيبان اكتر، بيبقى خفيف اكتر بس بيبقى شكله شيك قوي وحلو قوي بالنهار، يعني زي كده. على طرف حاجه بسيطه على الطرف بس. يعني مش بندخل لجوه. وانا اوريدي مظبطه لها حواجبها بباودر برضو. عشان بالنهار لو استخدمنا الجل بيبقى قوي وصريح وهيلمع في النور، يعني والباودر بيثبت جدا لو أوكي. الوش عرق. يعني الناس اللي عندها فكره ان الباودر بيقع مش مظبوطه، يعني بيثبت جدا بس لو استخدمناه هو مبلول. اوكي. نبل الفرشه بس. جميل كده. طيب اخبار الروج ايه بقى؟ طبعا بنعتمد على الالوان اللي هي نيود بنكات فاتحه. بس هما لسه مات ولا بقوا جلوسي شويه دلوقتي؟ يعني ايه الموضه بقى؟ يعني ايه الترندي دلوقتي؟ والله هو الجلوسي ترندي قوي بس مش بيثبت. وده عيبه، وعلشان كده انا بحس ان هو مش حكايه مش بيثبت. يعني بص تلاقي حته طلعت لوحدها بتتكلمي، تلاقي حاجه بالزبط. هنا يعني مش عارفه ليه الواحد لما بيجرب المات بيفضل عايش. أيوة طول عمره على المات. في دلوقتي برضو جلوسي عارفه بتحطي يعني نقطه في النص هنا كده بس. في جلاس بيبقى لونج لاستنج وبرضو بيبقى فيه لمعه بس هي بتبقى بسيطه. ما بيبقاش زي الجلاس اللي بيلمع قوي ده. وبنحط الوان زي كده بالنهار. الوان فاتحه وهاديه. اوكي. وعشان نرسم الشفايف صح
بنبتدي الاول من النص مش من الاطراف. نحدد ارتفاع اللبس كده من فوق. وبعد كده نكمل على بقيه المساحه اللي قدامي اللي عايزه ارسمها، بس ما ينفعش ابتدي من الجنب علشان الاقي الشفايف هي اللي طالعه، هي اللي طالعه وفي النص بعمل خط كده. تحددي نفسك يمين وشمال. ليه نهايه المنظر ده بس علشان اعرف انا هنتهي فين وهبتدي فين. اوكي. بس واكمل بقى احط بقى جوه الفاضي ده كله، ودايما ابقى ايديا لجوه وانا ماسكه بحط الليبستيك لانه ما يفلتش مني لتحت، شفايفي بيبقى شكلها وحش قوي لما بتدخن من تحت زياده عن اللزوم. صح. وفي الجناب بالذات بتبقى لجوه اكتر، ما بنزلوش بره زي كده. لا جميل، بس انا حاسه انك انت برضو عامله لها الشفايف عاليه قوي من فوق ومن من الجنب لسه، عشان لسه ما خلصتش. عشان ده لسه قلت برضو لحسن تطلع موضه ولا حاجه من ورايا. لازم ابقى عارفه برضو. لا انا عشان الشفايف اللي فوق تظبط معايا مع اللي تحت. اوكي. برسم الحته اللي في النص اللي في الاول اللي كانت عاليه دي عشان ابقى وانا باصه كده شايفه تناسق. اوكي. طبعا الشباب بقى بيبصوا للبنوتات اللي رايحه الجامعه وحاطين بتلحقوا امتى؟ ده احنا بنصحى بنفتح عينينا على الشارع على طول، فدايما يعني نحافظ ان احنا برضو يبقى الميك اب خفيف علشان ما يقعدوش بقى يقولوا ان احنا ايه بنقعد نجهز في 3 4 ساعات. وعلى فكره ده يلون سريع. طبعا انت هنا بتحنتفلنا قوي عشان احنا في التلفزيون. أكيد. احنا في القناه. أكيد. وفي ست الستات، فانت بتدققي على كل حاجه. أكيد. لكن ده ممكن ياخد من البنوته 10 دقائق طبعا، وخصوصا ان هي متعوده بقى وديلي كل يوم بتعمل، متعوده حفظت. فخلاص حفظت وعرفت بتعمل ايه يعني، والحاجات دي كلها بتاخدش وقت. وخلي بالك الواحد برضو وهو بيعمل لنفسه يعني بيبقى أسرع بكتير. حافظ وشه. جميل. طيب دلوقتي عايزة كده نبص على وش دينا اهو كده. دينا حاطه ميك اب. طبعا ما تبصوش على الرموش، يعني اللي رايحه الجامعه مش هتحط رموش، احنا بس عشان نور بتورينا في التلفزيون يعني عشان العينين تبقى واضحه وعلشان التصوير، لكن واحنا رايحين الجامعه اكيد مش هنقعد نحط رموش. طبعا. صح. بس على فكره في بنات دلوقتي بتحط رموش بالنهار وهي رايحه الجامعه. بجد؟ الحمد لله انا مش من الجيل ده، الحمد لله يعني. يعني تقدروا؟ بجد؟ والله العظيم. والله الحقيقه ما بركزش. بس يعني يا ريت نداء يبقوا بيحطوا الرموش تكون خفيفه كده. أيوة. وما تكونش اوف، مش بتاعت عروسه، ما ينفعش. لا دينا انت في الجامعه فبتحطي رموش وانت رايحه؟ انا لا، ما بحبش الميك اب اصلا. ما بتحبيش الميك اب اصلا؟ بس تحبي يعني برضو يبقى حاجه بسيطه، تحطي حتى ليب جلوس. أيوة كده يعني حاجه بس تحس انها فريش الصبح، مش لسه نايمه يعني. طب قولي لي برضو زمايلك في الجامعه البنوتات بيحطوا فول ميك اب. فول ميك اب، والتعليق عليهم بيبقى ايه؟ انا عن نفسي انا بعلق، بجيب اقول بيلاقوا وقت منين، بيلاقوا وقت كل ده. والولاد بيعلقوا عليهم نفس التعليق. بصراحه نفس التعليق. الحاجات البسيطه اللي هي بتخلي الناتشرال لوك دي بتبقى ليها جاذبيه يعني قوي، ممكن الوش يبقى احلى يعني طول ما الميك اب. طبعا طبعا. يعني دينا قمر لوحدها زي ما قلت لكم كده، بس طبعا نور عملت التاتشات الجميله بتاعت الميك اب ارتست. وهل ممكن بقى ترش بعدها حاجه تثبت؟ ما بنحتاجش عشان الباودر اللي احنا حطيناه كتير قوي مع سبراي يبقى كتير قوي على الوش. يبقى كتير قوي. وبرضه نخف الباودر شويه لو رايحين الجامعه يعني. طبعا. طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا. وخليتيها قمر فوق انها هي طبيعي حلوه لوحدها. وبشكرك جدا جدا. ارجو ان الستبس اللي قلناها او الخطوات اللي قلناها دي تكون سهله وتكونوا قدرتوا تحفظوها
ميك اب بسيط، نحط الرجاجو بسيط، نحط حتى فوقيه كمان برونزر او حاجه تدي للوش لون موحد كده، تخليه كانه يعني تاند شويه، هيبقى الموضوع بسيط وسهل. بشكرك مره ثانيه نور، وفاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا اليوم في ست الستات، خليكم معانا.